سئل يوما ما معنى المرأة؟ هي لوح من زجاج شفافة، فترى داخلها، إن مسحت عليه برفق زادت لمعته، وإن كسرتها يوما يصعب عليك جمع أشلائها، وإن جمعتها لتلصقها بانت ندوبها، وفي كل مرة تمر يديك على الندب ستجرح. هذه هي المرأة. صباح الخير على كل مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير على كل العالم كله في أول حلقة من حلقات برنامجنا نص الدنيا. صباح الخير يا إنسي. صباح الخير يا نانسي، صباح الخير عليكم كلكم. أول حلقة لينا، خلينا كده نبتديها بإن احنا نرحب بضيفتنا الجميلة أستاذة إيناس سعد الدين، صاحبة أول مبادرة للمشي للسيدات and admin group بتاع Run with Isu. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا نور، صباح الخير يا نانوس. صباح الفل عليكي يا حبيبتي. صباحك زي الفل يا رب. خلينا كده نبتدي ونعرف من حضرتك ايه فكرة المبادرة، جات لحضرتك ازاي؟ بصي، هي فكرة المبادرة ابتدت معايا اولموست من حوالي 4 سنين، يعني الجروب ده بقاله حوالي 4 سنين. انا بحب المشي جدا، وبحب يعني دي احلى رياضة تقدري تمارسيها بشكل يومي، ولما توقفي عنها ما بيبقاش فيها ضرر زي الجيم يعني. وبعدين كنت بسافر بره كتير جدا، بشوف الناس بتمشي في الشارع عادي، بتمشي مع كلابها وبتمشي مع اولادها، بس في مصر ما كانش فيه الثقافه دي وخصوصا للسيدات. ده حقيقي. فلما نقلت الشيخ زايد، شوارع جميله ونظيفه وفيها سكيورتي في كل الكومباوندات، فكان عمليه في فاسيلتيز كتيره ان احنا ننزل نمشي في الشارع. فابتديت الاول نمشي مع اصحابي واقول لهم يلا وننزل. ابتدينا بجروب 3 4، وبعدين ابتدوا يجيبوا اصحابهم، وبعدين ابتدى ينزل معانا اعلاميات كتير في الشيخ زايد، عملوا بابليستي للجروب عندهم، فالعدد ابتدى يكبر. فقلنا طب اوكي، طب احنا نعمل بيج على الفيسبوك، طب نعمل بعد كده جروب على الفيسبوك، طب نعمل يونيفورم، عارفه ستيب بتيجي باي ستيب كده. فعملنا يونيفورم، بعدين عملنا لوجو، وبعدين شهرنا اللوجو بتاعنا في الشهر كنت العقاري متوقعه كمان. ان العدد هيزيد معاكي قوي لا كده؟ اكش عليكي، لا مش متوقعه خالص يعني. بس الستات زي ما تكون مستنيين حد يقول لهم يلا ننزل او يلا قوي. نمشي، فابتدوا جو اهيد، بقى العدد بيزيد جدا جدا. احنا وصلنا تقريبا ل 6000 تقريبا في الجروب بتاعنا. بالظبط، ده 6000 ده على جروب الفيسبوك. طب بس طبعا مش كلهم بينزلوا في مره واحده، العدد أكيد. بيتفاوت بقى على حسب المدارس، على حسب الشتاء، على كلهم حسب من الصيف. الشيخ زايد ولا بيجيلك من المناطق المختلفة؟ بيجي من اكتوبر وبيجي من مهندسين. حلو، القريب اللي هم يعني. القريبين ليكي كده. بس هو ده العدد بالنسبة. الكبير من الشيخ زايد. تمام، ده اوكي. العدد الاكبر. طيب في اصلا مواعيد محدده انت دايما بتبقي عايزه تمشي فيها، يعني الاحسن ليكي او الاحسن عامه للسيدات اللي بتنزل مع حضرتك ان هم يكونوا بيمشوا في وقت معين، الصبح بدري مثلا، الظهر، يعني اكتر وقت بيكون بالنسبه لك بيكون مناسب؟ بصي، بالنسبه لي انا بحب الرياضه الصبح بدري قوي، يعني هي دي اللي بتاخدي منها البوزيتيف انرجي والطاقه، واليوم بيبقى كبير وواسع عشان قوي. نكمل بقيه يومنا. فانا اول ما ابتديت الجروب صباحي بس. اوكي. طبعا لقيت هجوم بقى من السيدات اللي بيشتغلوا، كانوا بيمشوا بالعربيات ويعملوا لنا كلاكس وليه واحنا واشمعنى انتوا، كانوا يعني ويبعتوا لي على البيج احنا عايزين جروب مسائي. فمؤخرا عملنا مثلا من سنه كده جروب مسائي، فبقينا بنتجمع الصبح وبنتجمع بالليل. طيب انا عندي بقى سؤال فضولي جدا، حياه ايناس قبل ما تبقى ران ويز ايسو اختلفت؟ طبعا جدا ازاي؟ جدا يعني انا كحياه سوشيال لايف سوري لا، بقى ليا ناس كتير قوي اعرفهم، وبقى ليا اصحاب كتير قوي قوي، وبقى في مجتمع تاني، وبقى في عندي جروب لازم بتابعه، وفيسبوك لازم طول النهار قاعده عليه، والجروب والمعنيه لما ولازم كمان بقيت صبوره اكتر علشان سياسيه اكتر، عشان اعرف ازاي اتعامل مع السيدات عايزين معامله خاصه أكيد. يعني علشان تبقي لطيفه معاهم كده عشان يسمعوا كلامك. اكيد طبعا اكيد. عايزين تبقي صبوره وسياسيه. لا، اتعلمت حاجات كتير جدا جدا بعد الجروب بصراحه. طيب وانتي ماشيين كسيدات في الشارع، ايه ممكن المضايقات اللي بتحصل لنا؟ في مشكله nothing خالص؟ كنت متوقعه العكس، وده كان تخوف معظم السيدات اللي هو احنا هننزل نمشي في الشارع فهيبقى في معاكسات مضايقات، فكنت متوقعه العكس تماما. لا بصي، ممكن تبقى حاجات بسيطه، حد يعمل كلاكس بالعربيه مش عارف ايه، انما الناس برسبكت جدا جدا، خصوصا واحنا ملتزمين ماشيين بيونيفورم معين، فيقول لك ده تبع هيئه، ده تبع منظمه، حفظونا ان احنا الوردات الارجوانيات زي ما قالوا لنا قبل كده باللون البيربل بتاعنا. أوكي. بالعكس انا بحس ان هم ايفن الكافيهات اللي بنعدي عليها بيشجعوا قوي، ونفسهم بحس ان هم عايزين يسيبوا الاكل ويجوا يمشوا يعني او يسيبوا الشغل ويجوا يمشوا معانا. منظر حضاري جميل قوي بجد والله. لا يعني بصي، نونس الموضوع مفيش خالص مضايقات في الشارع على الاطلاق.
بجد عايزه احييكي على الفكره يعني روحي. بجد هي حاجه حلوه قوي، وخصوصا كمان لما يعني عرفت ان انت مش بس كده، انت بتشجعي السيدات ان هم يخسوا اكتر، وان بتعملي لهم حفلات وبتكرمي اكتر واحده خست. احكي لنا شويه منين بقى جات لك فكره الحفله وازاي؟ بصي، جات لي فكره الحفله لما لقيت العدد ابتدى يكبر، ولقيت الناس داخله بتمشي ونفسها تخس، وناس كتير قوي اول مره يشاركوا في حاجه رياضيه ومش بيروحوا جيم، ونفسهم قوي عايزين، عندهم الدافع الداخلي ان هم عايزين يخسوا. فقلت خلاص احنا هنعمل بقى ميزان بنوزنهم كل شهر، يعني كل اول شهر بيتوزنوا، والشهر اللي بعديه بنرجع نوزن تاني، واكتر سيده بتخس بنعمل لها حفله وبنكرمها وبنجيب لها هديه قيمه، وده بيبقى تشجيع لكل الستات ان هم ينزلوا ويخسوا. كل واحده تقول لي انا هبقى نجمه الشهر الجاي. انا وبيبقى بقى في منافسه لدرجه انا حاليا دلوقتي ممكن اكرم اكتر من 5 سيدات في انا هجي لك ابقى نجمه الشهر الجاي. يلا وانا من غير حاجه. فدي بقى دي الحفله الشهريه بتاعتنا، يعني دي لازم بنعملها كل شهر والستات كلها بتستناها. طيب وقت الكورونا بقى كنا بنعمل ايه؟ بصي يا انوش، وقت الكورونا يعني خدمني جدا فعلا. ده المبادره زادت بقى اكتر. لا خدمني جدا، لان كل الناس اللي كانت بترفض تمشي في الشارع في الاول از برستيج وايز، لا انا ما امشيش في الشارع، لا انا اروح الجيم، لا امشي في التراك في النادي. انا لقيت كل الناس في وقت الكورونا نازله تمشي في الشارع على فكره عادي جدا، يعني زي بالليل كانت عامله زي الساحل الشمالي بالظبط. هتلاقي اللي ماشي ببيجي باجي، هتلاقي اللي ماشيه بالبوسات بالولاد بتوعها. الناس في الشارع بالليل في زايد كانت من ابتداء من 8 9 بتنزل تمشي، لان كان كل حاجه مقفوله، فما عندهمش فاسيلتيز ان هم ينزلوا ويحرقوا، طبعا مع القعده مع الكورونا في البيت والاكل. ده فرق كتير في وزنهم. عملت ايه بقى في الاحتفالات بقى ساعه الوزن؟ كنت بتعملي ايه؟ بصي بعد الكورونا عملت لهم حفله كبيره، بس ناس كتير بصراحه كانت محافظه على وزنها. احنا كنا بننزل في الكورونا. اوكي. يعني انا كنت بنزل بالليل في وقت الكورونا بعد الحظر، صح كده؟ بعد الحظر. ما كان الصبح طبعا ده وقت الشغل بتاعهم، فما كانش بيلحقوا، كان اكتر وقت بعد الحظر. كنا بننزل، كنا بننزل نمشي. تمام اوكي. ما فكرتيش طيب تعملي جروب بقى يعني ران ويز ايسو، بس يكون مثلا مصر الجديده تجمع؟ ايوه تعالي مصر الجديده حقيقي. اسكندريه. انا لسه جايه من اسكندريه، وانا عايزه اقول لك ان الحاجه الجميله قوي اللي فرحت بيها ان اهل اسكندريه عندهم مبادره كل يوم جمعه بينزلوا يمشوا على البيتش. والمره دي كان في مبادره تبع الرئيس، احنا الجروب بتاعنا يعني احنا سبورت لمبادره الرئيس لدعم المراه 100% يعني وصحه المراه. فانا فوجئت ان كان يوم الجمعه اللي فات كان في مبادره من الرئاسه وعربيه كبيره لمبادره صحه المراه بجروب لابس كله يونيفورم وماشي على البيتش، بالاضافه بجروب تاني عجل. جميل. فهم عندهم كده كل يوم جمعه اوريدي، اصلا البحر بيديهم بوزيتيف انرجي غير بقى المشي اوريدي. 6 الصبح من 6 الصبح نازلين يمشوا على على البحر، يعني مش عايزه اقول لك على جمالهم يعني. فاسكندريه لا، انا ليه كمان صحاب كتير قوي في اسكندريه عايزين مره اطلع معاهم طالعه كده. وفي مصر بقى التجمع اوريدي عملوا جروب هناك وبعتوا لي، وطب احنا نعمل ايه، نبتدي ازاي؟ فابتديت اقول لهم ابتدوا اعملوا جروب على الواتساب، بعدين جروب على الفيسبوك، فانا متابعه معاهم، بس عايزيننا شخصيا ننتقل لهناك مره يوم او يومين كده. يعني يوم او يومين كده نشجعهم، اللي هو حتى في الشهر يعني يبقى يوم في الشهر مثلا. انت رايحه هناك ضروري على فكره. لازم نتوسع اكتر هناك. بوزيتيف انرجي هتاخديها من البحر رهيبه قوي جدا، يعني اسكندريه اصلا مريحه للاعصاب جدا قوي. انوش قوي قوي بصراحه، احلى وقت بقضيه اسكندريه قوي بصراحه. انا بحبها وبحب اهل اسكندريه كلهم، وتحيه لكل اهل اسكندريه مني لايف يعني. كل حبايبي اللي هناك تحيه مني ليهم. من احلى المدن في مصر. طيب ممكن تقولي لنا احنا المبادره او الجروب بتاع ران ويز ايسو عامه بيعمل اعمال خيريه، ايه اللي احنا بنعمله، ايه اللي احنا بنقدر نقدمه، او عامه ايناس تقدر تقدم ايه كاعمال خيريه لمجتمعنا؟ بصي انوجه، انا ربنا كرمني بستات كلهم احلى من بعض وكلهم قلوبهم جميله جدا. فانا لما لقيت العدد كبر فقلت طب احنا ممكن نعمل نشاط نفيد الناس بيه. فبصراحه كلهم يعني بيتهدفوا ان هم يسابقوا يعني. فاحنا لينا كل شهر حاجه كده بنعملها، يا اما بنزور دار ايتام. الصور دي مع الجروب ده في ماراثون، ده كان في ماراثون كنا مصوره في الشارع في الشيخ زايد ده، والستات ماشيه وكنت بصورهم لايف.
اوكي. فلينا كده يعني كل شهر بنعمل حاجة، يا إما نزور دار أيتام، دار مسنات، إحنا لسه راجعين مستشفى 57 357، كنا بنزور جدا. الأولاد هناك وجبنا لهم كلهم هدايا. معلش أستأذنك يا إيناس، هي دي صورة أنت بتكرميهم في الوزن ولا كانت صورة؟ لا بصي، إحنا هنا كنا مشاركين في افتتاح معرض الكتاب، افتتاح الرسمي لمعرض الكتاب في الشيخ زايد، اوكي، برعاية وزارة الثقافة، ويعني هنا إحنا خدنا المراكز الأولى. إحنا كنا ما شاء الله احنا ما شاء الله وناس تانيين مشاركين، فاحنا خدنا المراكز الاولى، فاحنا خدنا الكيس. اوكي. فبس كنت في 57 اخر حاجه، كنا في 57 357، والولاد هناك محتاجين قوي الناس تزورهم، ده حقيقي. فاحنا رحنا، وكان كمان جبت للجروب اوفر كويس ان هم يحللوا فيتامين د ويعملوا اشعات وماموجرام ويطمنوا على نفسهم، فدي كانت جداً. حاجه كويسه، ابروتش كويس قوي، كلهم شاركوا فيه. ده كنا اخر حاجه كنا موجودين فيها، وعملنا مبادره الاطعام وعملنا نظافه في الشارع، كنا ده جميل جدا جدا. وفي رمضان كنا بنعمل وجبات اطعام صائم، فكان كلهم بيشاركوا في ثمن الوجبات، وبشوف حد، وكنا بننزل لمناطق نائية كمان وجبات للناس اللي محتاجة. جميل جدا. يعني الحمد لله ما كانش حد بيجي يقول لك حاجة يعني كست على حتة ان الصعوبات اللي قابلتك، يعني المناطق النائية ان هم يروحوا منطقة نائية، دي كانت مثلا بيبقوا خايفين قلقانين، كنت ممكن تخليهم يطمنوا ازاي عشان ينزلوا معاكي حاجه زي دي؟ توزيع الوجبات المناطق النائيه احنا ما كناش بنروح احنا شخصيا، يعني انا كان في ناس متوليه الموضوع ده، رجاله يعني متوليه الموضوع ده في الشيخ زايد. انا كان كل المهمه بتاعتي ان انا باخد الفلوس من السيدات وبتفق على الوجبات، وحد بيروح ياخد الوجبات ويوزعها، وبيبقى معايا لايف وبيصور لي الصور وهو بيوزع الوجبات. انا كنت بوزع في الشيخ زايد لدار الايتام ولدار المسنات، انا كنت بودي الوجبات اليوم، بس ما كنتش باخد سيدات معايا عشان التجمعات والكورونا، فكنت بسلم من على الباب وامشي. دي فتره الكورونا. سؤال بقى عايز اساله لك، عشان نشترك نعمل ايه؟ يلا بينا. يلا انت خلاص كده عيد معايا. يعني نعمل انتوا كده عيد معايا خلاص. ربنا يخليك. والله بصي، كتير قوي بيبعتوا يشتركوا، يعني عايزين يشتركوا معايا في الجروب. انا بس بقول يعني اي حد مور ذان ويلكم، الجروب مش محتاج اي حاجه خالص، بس لازم تو ريسبكت الريجوليشن، هو لازم يبقى فيه يونيفورم موحد. أوكي. فده دايما اللي اكد عليه، يا جماعه اللي هيشترك معانا لازم عارفه، علشان يبقى السيم بتاع الناس كلهم واحد، والناس في الشارع تو ريسبكت ان ده تبع الجروب ايسو، فبيبقوا يعني في نوع من انواع الاحترام كده يعني، وعلشان يبقى المظهر كله لابس زي بعض لبس رياضي، تبقي عامله كنترول يعني على اللبس اليونيفورم بتاع الناس، بس هو اللبس اللبس الرياضي، وتشوف هتشترك في الجروب المسائي ولا الصباح ولا الصباحي. ومؤخرا بقى في جروب رجالي. طب حلو قوي. حلو قوي. ما تدخليه رجاله؟ لا مؤخرا في، بس يعني لسه شويه متردده امتى هنزلهم وانزلهم ازاي، يعني هل في صيغه مع العائله ولا ايه، بس هم هيبقوا محددين الرجاله في الويك اند بس، يعني مش اوكي. ومش هيكونوا مع بعض صح كده؟ يعني انت ساعتها هتخلي ولا اما كل الجروب؟ لا هيبقى مع بعض وهيبقى اسر. تمام. احنا اوريدي عاملين كمان جروب للي عايزين ينزلوا بالبيتس بتاعتهم بالكلاب بتاعتهم، فاوريدي ساعات بينزلوا معايا. حلو قوي. حلو قوي. بس بايام محدده عشان الناس اللي بتخاف من الكلاب. ده شيء جميل قوي بجد. ايناس انت نورتينا النهارده، وبجد مبادرتك حلوه قوي وفوائدها كتير قوي للستات يعني، وبجد انا مش عارفه اشكرك ازاي ان انت نورتينا النهارده. ان انا كنت معاكي، احنا فعلا ما لحقناش نعرف كل حاجه منك، ده حقيقي. بس وعد، هستناكوا تنزلوا وتمشوا. اكيد ان شاء الله. مصر الجديده مخصوص على فكره. طب خلاص بس مصر الجديده انت زايد بقى معانا، هجيب معاكي ان شاء الله باذن الله. يلا اوكي خلاص، يوم يوم نطلع كده لايف في مصر الجديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورتينا ايناس، واكيد هتيجي معانا تاني ان شاء الله. بالتوفيق، واحلى قناه نصر دنيا، واحلى برنامج، ربنا يوفقكم يا رب. انتم مذيعه قمر. تسلمي. ميرسي. نورتينا. اعزائي المشاهدين، خلينا نروح نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبجدد صباحي عليكم كلكم مشاهدينا في اول حلقاتنا نص الدنيا. خلينا نرحب بضيفتنا الجميله الدكتوره ياسمين رؤوف، دكتوره منتخبات مصر للكره الطايره وحاصله على الدكتوراه المهنيه في الطب الرياضي واصابات الملاعب. منورانا. اهلا بيكي. خليني ابدا على طول كده واسالك ايه الاكل، على طول كده خليني ابدا اسالك ايه الاكل المعين اللي احنا بناخده لهشاشه العظام؟ بالنسبه للاكل اللي بناخده للهشاشه، هو طبعا لو في هشاشه لازم بناخد ادويه، بس في الاكل اللي بيقيم الهشاشه كل الحاجات الورقيه او الحاجات اللي فيها صبغيات، حاجه زي السبانخ. هو مش اكل محبب قوي، أوكي. بس هو دي معظم الحاجات اللي بيبقى فيها فيتامين بي 6 وبتسبورت ان ما يبقاش فيها هشاشه عظام. بس طبعا الدور الاساسي في الهشاشه هو التعرض للشمس، ان احنا نتعرض للشمس. طب اكتر وقت ممكن يكون من الساعه كام؟ قبل الساعه 11. قبل الساعه 11 تمام. أو بعد الساعه 3. طيب وازاي اتجنب بقى ان انا اتعرض للخشونه؟ وان هل الخشونه اصلا الهشاشه بتعمل خشونه في الركب بتزود معدل الاصابه بالخشونه؟ اوكي. طبعا. طب لان كثافه العظم بتقل. رقم واحد في الخشونه ان الوزن ما يزيدش. أوكي. ده اساسي ان انا دايما احافظ على الوزن بتاعي. طب انت يعني احنا دلوقتي في مجتمعنا لا يعني كل الناس اصلا وزنهم زي، طب نعمل ايه طيب؟ لا هو بصي الوزن ليه دور اساسي قوي في الخشونه. تمام. بلس التمارين الصحيه. أوكي. لازم يكون الشخص عنده في روتينه اليومي جزء تمارين، لان هو ده اللي بيقوي العضلات فبيحمي المفاصل. تمام. طب أوكي. خليني اسال حضرتك، حضرتك بتنصحيهم بقد ايه مثلا في يلعبوا رياضه في اليوم؟ انت عارفه اليوم بيبقى مزنوق اصلا ومحدش فينا بيبقى قادر، فاحنا ممكن نلعب كام دقيقه او قد ايه بالظبط؟ لو ممكن في اليوم من 20 ل 30 دقيقه، ولو صعب يبقى على الاقل في الاسبوع 3 مرات. على الاقل في الاسبوع 3 مرات على الاقل. تمام. طب أوكي. ايه اكتر الاصابات اللي بتتعرض ليها اللعيبه يعني في الملعب؟ هي الاصابات بتختلف على حسب اللعبه. على حسب لا بالنسبه لل يعني لحضرتك بالنسبه للفولي، التواء الكاحل، الرباط الصليبي. اوكي. مشاكل الكتف، التهاب الاوتار بتاعه الكتف. طب بالنسبه للرباط الصليبي ايه اسرع علاج ليه؟ ممكن ان لو حد حصل له فيبقى ده التصرف على طول، حد جاله رباط صليبي لازم يتصرف. هو للاسف الرباط الصليبي من الاصابات اللي بتطول. اوكي. وفي اصابات بتحتاج عمليه، وفي اصابات لا بيكون العلاج الطبيعي كافي. بيكون العلاج الطبيعي ان انا بشتغل معاه علاج طبيعي. علاج طبيعي وتاهيل. وتاهيل طبعا. ساعتها بياخد تقريبا كام جلسه علاج طبيعي؟ لو بنتكلم مثلا هو بيبقوا ديجريز تقريبا. ديجريز. صح كده؟ يس. طيب لو انا بتكلم في ديجري اولانيه مثلا ممكن يحتاج علاج طبيعي قد ايه؟ ممكن 3 شهور. 3 شهور علاج طبيعي. يس. كم مره في الاسبوع؟ 3 مرات. يعني احنا بنتكلم مثلا 12 جلسه في الشهر. 36. تمام. ده كتير. بس بيبقى قاعد خالص من التدريب بتاعه؟ لا مش قاعد، بس بيعمل حاجات ما يكونش فيها ستريس على الرباط الصليبي او الركبه. احنا ما بنديش راحه سلبيه للعيبه الا لو الاصابه تحتاج عمليه. تحتاج عمليه او تمزق عضلي جامد، لكن كراحه سلبيه لكل الجسم ده غلط على اللعيبه. اوكي. يعني ما ينفعش يبقى هو عنده مثلا انكل سبرين ومريح بقيه جسمه كله. اوكي. تمام. اوكي. طيب سؤال كمان قبل ما نشوف الفيديو بتاع حضرتك. الغضروف اخباره ايه وعلاجه ايه وبنعمل ايه؟ عشان احنا كمصريين اصلا يعني الغضروف ده عندنا يعني زي الاكل بالظبط كده. ده حقيقي زي الاكل بتشتكي. فاحنا الغضروف احنا اخباره ايه بالظبط؟ طيب مبدئيا هو في لبس في موضوع الغضروف ان اللي جاله غضروف دي نهايه الدنيا. اوكي. تمام. لا هو الموضوع مش كده خالص، يعني اللي بيحتاج اصلا يعمل عمليه من توتال الناس اللي بتجيلها غضروف اقل من 20%. اوكي. اقل من 20%. yes. بيحتاج عمليه. تمام. واللي هو بيكون واصل لحد فين؟ اللي هو بيكون ضغط على النخاع الشوكي مأثر على عمليه الاخراج او مأثر على الاحساس والحركه. الغضروف ده احنا بنتكلم بس على فقرات الظهر. ظهر او الرقبه. لا. طب نتيجه العمليه بقى مضمونه؟ يعني هل بعد العمليه اللي بيعمل خلاص بيرجع حياته يمارس حياته طبيعي؟ نصها جراح ونصها علاج طبيعي. نصها جراح ونصها علاج طبيعي. طبعا. طب بيقدر يعني يواصل حياته طبيعي او يعني بعد الجراحه؟ في ناس بترجع طبيعي. بتاخد مده قد ايه؟ على حسب العمليه ايه، يعني في ناس بيحصل لها استئصال غضروف واحد، دي بتكون مده العلاج الطبيعي بتاعها شهر مثلا. اوكي. في ناس بتعمل تثبيت فقرات لو شال اكتر من غضروف، لا دي بتحتاج مثلا شهرين. تمام. طيب ممكن ان احنا نشوف الفيديو بتاع حضرتك ونعلق عليه عشان خاطر نشوف. طيب احنا الشاشه اهي بتاعتها. اوكي. هنشوف ده هنا هو بيتعرض بس الام العظام بتاعه مش اكتر من كده صح؟ هو ده فيديو
لطريقه شغلي، لان انا بشتغل مانوال ثيرابي ودي حاجه الى حد ما جديده ما حدش بيشتغل فيها. طيب احنا في دي ايه معلش اللي دي دراي كابينج. اوكي اللي هي كؤوس الهواء. كؤوس الهواء كبس السيليكون بتتعمل بعد العلاج اليدوي على حاجه اسمها تريجر بوينت. دي حاجه زي الحجامه؟ هي شبيهه بالحجامه بس هي مش زيها. أوكي. هي حاجه من التشاينيز ميديسن. اوكي طيب. واحنا ساعتها لما احنا بنعمل كده بيبقى ايه اكتر يعني الدراي كاب حضرتك قلتي دراي كاب دراي كابينج يس دراي كابينج. اوكي لما احنا بنعمل كده بالظبط يعني احنا بنستفاد بعد كده بعد قد ايه وبيحتاج كام جلسه؟ الفرق بتحسيه من اول جلسه. من أول جلسة. ده اكتر حاجه في الام العظام في الام العظام الظهر دي سن معين؟ بصي هي ملهاش سن معين بس هي ليها بريكوشنز معينه يعني. أوكي. انا اكيد مش بتعامل مع لاعب زي شخص كبير مش مش بتعامل مع وده الفيديو الثاني دي اصابه ركبه. اوكي دي اصابه ركبه بس دي بعد صليبي وغضروف. بعد صليبي كنت هسالك ده دي ابر صينيه اللي فات ابر صينيه يس. وهنا هنا ده بعد العمليات بيكون مكان الجرح عامل تليفات دي طريقه لتفك التليفات عشان نجيب مدى حركي. وهنا بنعمل زي هنا برضو دي ابر صينيه مع كابينج. اوكي الاثنين مع بعض. طب هنا هو مبسوط ما جاش حاجه. طيب التمارين دي ده التاهيل ده. طب الابر الصينيه بتعالج ايه؟ بصي الابر الصينيه من الحاجات اللي دلوقتي افكتيف جدا في علاج حاجات كتير. اوكي انا بالنسبه لي بستخدمها في حاجتين او اكتر. نقطه التهابات المفاصل تمام بتجيب معايا افكت قوي جدا، واللي انا دلوقتي شغاله عليه بشكل مكثف هو علاجها في علاج الابر الصينيه للصداع والصداع النصفي. الصداع النصفي ده كده الشعب المصري كله يعني عنده. انا دلوقتي اصلا بيجي لي ناس جاست جلسه صداع. اوكي ومعلش الابر الصينيه ساعتها احنا بنحطها فين بالظبط؟ يعني بتبقى في دماغه هنا؟ لا أوكي. مش هنا مش قدام مش قدام لا ورا ورا اوكي ورا وفي الرقبه وفي عضلات الاكتاف من الجناب. ممكن اعرف هي بتوجع؟ لا الابر الصينيه ما بتوجعش. ما بتوجعش وهي دخلتها ما بتوجعش. نو 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 خالص. طب ايه اصلا اسباب الصداع؟ اسباب الصداع اللي يخلينا يعني نتعالج بالابر الصينيه اللي هو لازم اتعالج بيها كده. لا هي طريقه يعني اصل يعني انا عارفه ممكن الصداع يبقى سببه انيميا او لا سببه دي مش بتاعتي. بالظبط انا بتكلم على الجزء اللي يخصني اللي هو سببه عضلي. تمام. او صداع نصفي سببه مشاكل عظميه. أوكي. ده الجزء بتاعي. لكن كضغط انيميا عين جيوب انفيه برضو الابر الصينيه بتدخل فيها ياس. طب تمام. طيب ممكن اسالك اصلا الشد العضلي عامه اسبابه ايه؟ الشد العضلي از كرامب ولا اللي هو تقلص العضلات؟ الاثنين خلينا طيب. يعني اشرحهم لنا كده الاثنين. الكرامب ده اللي هو العضله بتقفش فجاه. تمام. ده بيحصل نتيجه حاجتين. اوكي يا اما في نقص بعض المينرالز زي البوتاسيوم والصوديوم يا اما اجهاد تمرين. اوكي مع ضعف احماء. يعني ممكن حد وهو نايم يصحى من النوم. بتحصل. ده بيبقى بقى نقص مينرالز معينه minerals. فيتامينز معينه بالظبط. تمام. وساعتها العلاج بتاعها بان انا بيكون دوائي. بنعوض يعني النقص ده بتاعته من الفيتامينز بتاعته او المينرالز بتاعته اللي هو المفروض يعني. وبرده الناس اللي ما بتشربش ميه كويس بيحصل لها كده. الميه دي مهمه جدا. صح كده. الميه دي اهم حاجه تقريبا عنصر في المسلز صح؟ هي في الجسم كله مش بس المسلز يعني. أوكي. هي نيوتريشن كمان للفقرات لان الفقرات بتتغذى عن طريق الديسكس ما بين الفقرات عن طريق اللودينج والانلودينج. لو في دي هيدريشن الجسم مش بيتغذى كويس. اوكي طب انا عايزه ارجع للفيديو تاني يعني اللقطه اللي كان فيها الكؤوس بتاعه العلاج الكؤوس الدراي كابينج بالظبط. ايه الحالات اللي المفروض الواحد لما يجي لحضرتك تقولي انا هعالجه بالدراي كابينج؟ فيرست الشد العضلي. اوكي حاجه اسمها تريجر بوينت ان في نقط في العضلات دي بتسبب له التهاب او حرقان او خذلان. بعملها في بعض التكنيكس لما يكون الشخص عنده بطوله. اوكي بس بفضل في البطولات ان انا بعمل الويت كابينج لان هي بتعمل ريفريشمنت عالي جدا. تمام. وبتعلي من الاداء الفيزيكال بالنسبه للعيبه كلها. هو الفيديو بتاع الدراي كابينج رجعنا. بالظبط حضرتك قلتي في ويت كابينج. ويت كابينج يس. اوكي الفرق ما بينهم بيكون ايه بالظبط؟ الويت كابينج بنحتاج بعديها يومين راحه. تمام. بتعمل قبل البطولات من 4 لـ5 ايام. تمام. وبيكون فيها تشريط.
لكن دي ما بيبقاش فيها تشريط لا. ولا اي حاجه. عايش اسالك، دي التشريط اللي حضرتك بتقولي عليه ولا لا؟ ده المانيوال ثيرابي، ده انا بفك العضل. المانيوال ثيرابي اوكي تمام. التولز دي بتاعت المانيوال ثيرابي. معظم الناس اللي بيجولك محتاجين موضوع الكؤوس ده بيبقوا بتهيألي من اللاعبين يعني. هو انا معظم الناس اللي بتجيلي لاعبين يعني بحكم تخصصي وكده. بس هل ممكن الناس طبيعيه مثلا؟ ممكن. طب ايه الكيسز بقى في الحد طبيعي؟ في حد طبيعي الام الظهر والرقبه، الانزلاقات الغضروفيه، خشونه الركبه. اوكي هما دول اكتر حاجات. اكتر حاجه طيب في خشونه الركبه وعرق النسا. وعرق النسا. اوكي تمام. طيب في خشونه الركبه احنا ساعتها الدراي كابينج بيبقى على الرجل ولا برضو على المفصل امامي وخلفي؟ على المفصل امامي وخلفي. yes. تمام اوكي. بيبقى محتاج اي بريكوشنز قبل ما يعمل الدراي كابينج او اي حاجه الدراي كابينج ملهاش بريكوشنز. الويت كابينج بس اللي انت قلتي اللي بيكون ليها يعني دراي كابينج ممكن يخلص الجلسة وينزل يمارس حياته طبيعي جدا، بس مش بيعمل رياضة بعد المانيوال ثيرابي. اوكي. عشان احنا اوريدي بنريح العضلات قوي او بنفكها، ما ينفعش يمارس رياضة. تنفع للسيدات وتنفع للرجال طبعا. تنفع لأي مرضى؟ تنفع لأي مرضى. الدراي كابينج تنفع لأي مرضى. طيب الدراي كابينج تنفع لأي مرضى. طيب الويت كابينج بتنفع ل ما تنفعش لمرضى السيولة. اوكي. ما تنفعش لمرضى السرطان. تمام. ما تنفعش لمرضى السكر. السكر بنفضل الدراي كابينج او حاجه اسمها وخز، ده لو احنا مضطرين قوي نعملها. وخز. وخز يعني بالابر يعني؟ بيكون بابره انسولين. بابره انسولين. او بابره ابر صينيه بس تخينه. تمام اوكي. ده علشان خاطر مرضى السكر دايما بيحتاج هيلينج. لا علشان الهيلينج بتاعهم وحش. أوكي. وعشان السنسيتيفيتي كمان بتاعه الجلد بتقل. السنسيتيفيتي بتاعه الجلد بتقل. تمام. طيب ممكن يجي لك كيسز بقى او حالات اطفال يعني، او مش اطفال بس ممكن نبدا مثلا اللي هو من سن 16 سنه مثلا؟ لا انا بيجي لي من سن 8 و7 سنين. 8 و7 سنين كمان؟ ده اللي هو بقى بيلعبوا اوريدي كوره. yes. وبيلعبوا كوره، جمباز، سباحه. اوكي. فدول بقى ممكن يتعالجوا بكل الحاجات دي تناسبهم. ابر صينيه مفيهاش اي مشاكل. طيب خليني نشكر حضرتك بجد فعلا دكتوره ياسمين رؤوف، كنا مبسوطين جدا مع حضرتك. انا اتبسطت بجد. استنونا وراجعين لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الفاشن بلوجر الجميله جدا اسراء يسري، وهي كمان فنانه تشكيليه، وعايزين نبدا نرحب بيها الاول. ازيك؟ عامله ايه؟ ميرسي ليكي حبيبتي. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام كله حلو. بداتي ازاي؟ أوه. ده سؤال كل البنات عايزه تسالي. أيوة. كله عايز يبقى فاشن بلوجر. ايوه صح دي حقيقه، ده سؤال فعلا بيتكرر كتير قوي. البنات ريسنتلي بقت بتاخد بالها قوي من موضوع البلوجينج والسوشيال ميديا والحاجات دي. انا ابتديت بالصدفه جدا. هو انا اصلا ابتديت الكارير كموديلنج، فاشن موديل وكده. فكنت رايحه فوتوشوت للبراند بتاعت حد صاحبتي يعني، بنصور فوتوشوتس وحاجات واوتفيتس وفاشن وكده. وبعدين ابتدى يجيلي اوفرز بقى ورا بعض، فالموضوع يعني كان في الاول ابتدى بالصدفه بس. أوكي. بعد كده بقى توسع وانتشر وكده. حلو. طيب ده كفاشن بلوجر صح كده؟ انت كمان انفلونسر على الانستجرام، وانفلونسر قويه جدا ده حقيقي. ناس كتيره بتحبك جدا يا اسراء. ده حقيقي. وانت جميله فعلا. قولي لي بداتي ازاي كانفلونسر؟ بصي، هو مع الوقت لقيت ان انا محتاجة يكون عندي بلاتفورم او مكان او منصة او حاجة الناس توصل لي بيها. يعني الموضوع مش بس بقى يبقى معانا رقم تليفون او كده، لا يعني حاجة more professional عشان ابقى حاجة احترافية اكتر. لازم يكون عندي بروفايل بتاعي، الناس بتخش تشوف الصور بتاعتي، بعرض الحاجة بتاعتي ازاي، بتكلم مع الناس ازاي، بعلن عن حاجة معينة ازاي. فكان لازم يكون ليا بلاتفورم، حاجة الناس تقدر توصل لي عن طريقها، ويكون في تواصل بقى كشغل، او يكون يعني ده الواجهه بتاعتي اللي بتبين للناس البروفايل بتاعي.
بس فطبعا مع الفترة الأخيرة السوشيال ميديا بقت حاجة مهمة جدا في حياتنا، فكان لازم جدا ان ستاب زي كده تكون موجودة، ودي ستاب لأي حد في أي مجال لازم تكون عنده، لازم يكون مهتم جدا بالنقطة بتاعت السوشيال ميديا، لأن هي التسويق دلوقتي كله بقى السوشيال ميديا. فلو حدك ان أي عامة كارير بالزبط. الاحسن ان انا اشتغل سوشيال ميديا فور شور، ده اكيد. السوشيال ميديا دلوقتي بقى ليها عامل قوي جدا زي التلفزيون بالظبط. بتدخل البيوت ودلوقتي كلنا ماسكين التليفون وكلنا بالزبط. 24 ساعه اونلاين، فدي اكتر حاجه بتوصل للناس بسرعه، فهي وسيله تسويق مهمه جدا. يعني ما ينفعش ان احنا انت اصلا خريجه ايه؟ ده موضوع بقى. بصي انا اتخرجت في 2013 من اداب دراما ونقد مسرحي. اوكي فانا درست مسرح وكتابه وحاجات كده. بس انا مالي، كنت انا بحب قوي الفنون التشكيليه وبحب ارسم جدا من وانا صغيره وكده، فبس ما توفقتش يعني في دخول فنون تشكيليه او كده. بعدين بعد ما اتخرجت بقى باربع سنين وكده، قررت ان انا اخد تجربه تانية وان انا ادخل جامعه تانية من اول وجديد، هي المعهد العالي فنون مسرحيه قسم الديكور، عشان ده this is my passion، ده الشغف بتاعي. فعشان كده حبيت بقى ان انا خلاص اضحي بقى وفايت علشان اوصل له. فده شويه الناحيه الفنيه، الذوق، الالوان، فكره الارت، عشان كده بتنسقي الهدوم مع بعض بالزبط. لا ده حقيقي حلو قوي. حتى الاوتفيت والريدي اللي انت جايه بيه الوانه هاديه جدا، عشان احنا الصبح بقى يعني بنبقى حابين نلبس حاجات كده فاتحه هاديه، كولرز هاديه، يعني كل الكولرز تنفع الصبح، بس بنميل اكتر للحاجات الهاديه عشان انا صاحيه الصبح، فالحياه لسه رايقه كده وهاديه. يعني انت قصدك العين عامه بتفرق كتير في ان انا اجي اشوف الاوتفيت بتاعي يكون عامل ازاي الصبح يفرق عن بالليل. ايوه جدا طبعا فور شور. ممكن اسالك بقى، بما اننا اوريدي في الخريف، اوكي ايه الالوان الحلوه اللي تليق معاه؟ تمام. وايه موضه السنه دي؟ ايه موضه السنه دي فعلا؟ ماشي اوكي، خلينا الاول نتكلم عن الالوان. أوكي. هو الخريف بطبعه كفصل، احنا حتى بنشوف الصور الخريف على الانترنت او على التلفزيون او كده، الشجر بقى ولونه بني والاورانجات والبنيات والحاجات دي، فهو الخريف بيميل دايما للالوان الدافيه اللي هي الالوان الترابيه اللي هي الاصفرات الهاديه، الماسترد، البيج، البنيات، الزيتي، الالوان كلها اللي هي بتميل للطبيعه. بالظبط كده. الالوان كلها بتميل للطبيعه بالظبط، فهي بتكون الوان دافيه اكتر يعني. أوكي. اكتر من الصيف بقى بيبقى عايز فوشيا اصفر، حاجات كده مطرقعه. انا لسه مصيفه. انت لسه مصيفه؟ ايوه صح، خلصت الخريف. دي حقيقه فعلا. طيب بالنسبه بقى لموضه، موضه السنه دي، هي في حاجه بقى لها مثلا ابتدت من السنه اللي فاتت بقت ملاحظه جدا في كل البراندات، هي السوتس، ان يبقى الاوتفيت كله سوت مع بعضها. مش مبدا السوت بتاع البليزر، الجاكيت بليزر الكلاسيك وبنطلون كلاسيك، لا، هي السوتس باشكالها مختلفه، ان يبقى التو بيسز زي بعض. الاوتفيتس بتاعتك اهي، بدانا ده دريس صيفي، هو لونه روز شويه، وكنت لابسه معايا طرحه لونها فوشيا برضو منقوش عشان تكسر الفستان كله سايده، فحبيت البس من فوق بيس يعني تنور شويه الموضوع. طيب طيب نرجع تاني، انت بتقولي السوتس عامه هي دلوقتي اكتر حاجة. السوتس مكتسحه جدا، في صوره جميله اهي. هو ده يعتبر شويه ممكن الناس تعتبره السوت، لان الماتيريال بتاعه البلاوز هي نفس ماتيريال البنطلون، هو الجينز. أوكي. فكره الجينز على جينز ده اكتر اوتفيت عملي، الناس بقى اللي بتروح الجامعه، دروس، شغل، الحاجات دي بيبقى عملي جدا جدا، وممكن بقى نعمله ستايلنج كتير، يعني نغير بلت عليه، نغير طرح عليه. البنات اللي مش محجبه ممكن تحط سكارف على رقبتها، تغير الشنط اللي بتلبسها، فده بيفرق قوي في شكل الاوتفيت. وهنا هنا برضو كان اوتفيت كاجوال، انا بميل للحاجات الكاجوال اكتر لان انا عمليه اكتر. بنطلون جينز مام فات، يعني الفات بتاعته واسعه شويه، ودي كولرز برضو الصبح كده صيفي، فوشيا وابيض، وكوتشي ابيض طبعا علشان الاوتفيت جينز وكاجوال. ماشي، رايك في الكوتشي الابيض؟ يعني انا بلبس الكوتشي الابيض على اي حاجه. هو بصراحه من البيسز اللي لازم تكون موجوده في اي دولاب اي بنت. صح. لازم يعني انا ساعات بقيت بلبس الابيض كمان على هنا اوتفيت. هو هنا شويه بقى دي الوان شويه الخريفي اللي احنا بنتكلم عليها، الالوان البنيات والبيجيت وكده. هو الدريس بيج، حبيت البس معاه لون كونترست شويه ينطقه شويه. أوكي. فلبست معاه اللبن
اللبني والازرق عشان برضو الطرحه فيها لبني وازرق، وطبعا الكوتشي الابيض يعني لا غنى عنه. ايوه ده حقيقي الكوتشي الابيض. طيب معلش هسالك سؤال بس، احنا الصور بتاعتك كده كده هترجع تاني. طيب اسالك سؤال، ايه اكتر حاجه المفروض ان يكون موجوده في الدولاب؟ يعني حاجه اساسيه. ده سؤال مهم قوي. بصي السؤال ده بينقسم لحاجتين، اول حاجه الالوان اللي لازم تكون عندي، تاني حاجه القطع اللي لازم تكون عندي. الالوان لازم تكون عندي، لازم يكون عندي اللون الابيض لازم يكون موجود في دولابي، اللون الاسود واللون الدرجات الجراي حسب الدرجه اللي بتليق عليا، لان الالوان دي بيزك وبنحتاجها في حاجات كتير، في مشاوير كتير، في مناسبات كتير. بالنسبه للقطع فانا لازم يكون عندي جينز، الفات بقى اللي تريحني، يعني المقاس اللي يريحني. لو انا بحب الجينز يكون واسع، لان هو فيه ستايلات كتيره قوي دلوقتي، فحسب الفات اللي بتريحني. طيب. فالجينز مهم جدا. الكوتشي الابيض زي ما قلنا مهم جدا طبعا. اساسي عندي في اي حاجه. بالظبط. لازم يكون عندي بيزك تي شيرت كده يكون بيزك ساده خالص، ممكن يكون ابيض عليه رسمه بسيطه، او ممكن يكون ساده خالص. ده ممكن البسه بطرق كتيره قوي، ممكن البسه تحت كارديجان، تحت بليزر، تحت حاجات كتير، فده برده من البيسز المهمه. والجاكيت الجينز برده مهم جدا، سواء بقى شتاء صيف برده بيفرق قوي في الاوتفيتس. طيب ان انت انفلونسر وان انت فاشن بلوجر، ده اثر بقى على الفن التشكيلي؟ يعني عايزين نتكلم بقى شويه. اوكي. انت بتعملي ايه بقى في الفن التشكيلي بتاعك؟ بصي هو انا بحب جدا ارسم لوحات. يعني الرسم اصلا موهبتي يعني. فانا بحب قوي ارسم وبحب الالوان في جدا. صور في صور دي للوحات. كانت لوحه لبيكاسو، وانا كنت عامله لها كوبي، يعني عامله منها نسخه بس جميلة. مرسومه على سور السور بتاع المعهد عليه فنون مسرحيه، كان مشروع يعني عندنا. يعني ده جرافيتي يعتبر. بالظبط يعني يعتبر. بس ستايل بقى كانه رسم رسمي، يعني مش بقى بسبرايز وحاجات يعني كده مختلفه. فدي كانت كوبي لنفس اللوحه بتاعت بيكاسو. فانا بحب جدا الالوان، بحب قوي ماكس الالوان مع بعض، بحب ازاي اعمل دمج ما بين لون ولون ويطلع لي لون تالت، بحب قوي ده. فده كمان اثر عليا في لبسي، يعني انا لبسي دايما في الوان في كولرز ماكسنج كولرز مع بعض، فحسيت ان يعني شويه شبه بعض في حته الالوان يعني. وهنا هنا برضو فكره الكونتراست بتاع الالوان. الناس دايما مش متعوده على فكره الاخضر والاحمر مع بعض، مع ان احنا بنشوفهم في الشجر، يعني الورد احمر والورق الشجر اخضر. فده برضو دي كانت حاجه طبيعه صامته. دي دي لوحه زيت، الوان زيت. كنت داخله بيها معرض برضو، وبحب برضو الغموض اللي ساعات بيبقى ورا اللوح، بيبقى ورا اللوح كده في قصص كده. نقعد القصه بقى بتاعت اللوحه دي. ايه ده ايه بما انك بتقولي القصه بتاعت اللوحه. بصي وانا كنت يعني مسمياها اللي هي فتاه يعني البار او الكافيه او كده. حبيت ان هي اصلا يعني مش مهتمه اصلا، هي مديانا ظهرها يعني، فاهمه؟ هي مش مهتمه بينا اصلا. شكلها حزين. مش حزين، بالعكس انا حاسه ان هي رفعت ايديها ومسكت شعرها، دي واثقه من نفسها شويه او قعدتها. هي ممكن في لوحه تانية ممكن يكون شكلها حزين شويه برضو. انا حسيت ان البنت هي اللي حزينه أو يعني ممكن. مش عارفه. ما بصي هو الفن كل حد بياخد رساله منه مختلفه، فاهمه؟ بالظبط. هو ده اللي بيفرق. ودي فيه دي برضو كانت طبيعه صامته. فكره برضو الالوان، نفس الالوان برضو اللي احنا بنتكلم عليها، الالوان بتاعه الخريف والبنيات والحاجات دي. بالظبط. فهي بقى دي البالته اللي احنا بنتكلم فيها. شكلها مجسم وكانها حقيقيه فعلا. علشان الحاجه عشان تبان حقيقيه بنلعب على حاجه الضوء والظل، يعني كل حاجه ليها ضوء وظل بتاعها عشان تبان مجسم. فده قوي. عنصر مهم قوي في الرسم يعني بنهتم بيه. ده سكتش كده حبر. هي دي مش حد، عشان ناس كتير قوي بتقعد تسالني الناس اللي بترسمين دول مين، دول مش حد يا جماعه، دول من وحي خيالي. يعني مفيش اي حد، مش برسم بورتريهات لناس معينه يعني، هو كلها من وحي خيالي، وبتبقى بقى افكار بقى ومشاعر كلها بتطلع في الرسمه يعني. حلو قوي. طب انت بتحبي الفاشن اكتر ولا الفن التشكيلي اكتر؟ بصي هو انا بحب الاثنين قوي. يعني بحب الاثنين فعلا جدا، لان بيربطهم اكتر حاجه بحبها وهي الالوان والتنسيقات والحاجات دي والذوق. فانا فعلا بحبهم قوي يعني، الاثنين ماشيه فيهم مع بعض بشغف مش عارفه رايحه فين. الاثنين ما اثروش على بعض يعني، ما فيش حاجه جت على الثاني، صح كده؟ لا بنسبه كبيره لا، يعني طالما انا بعرف انظم مواعيدي، انظم الحاجات امتى يحصل امتى وفين وازاي وكده، فلا يعني التنظيم بيظبط الدنيا اكتر يعني.
طيب تنصحي بقى البنات واي شباب عامه أيوة. بفكره ان هو يمشي ورا الشغف بتاعه ممكن يعني ايه اللي يحصل، ايه التحديات عامه او ايه الصعوبات اللي عامه كنت انت اوريدي واجهتيها في الاول؟ بصي، هو من ضمن الحاجات اللي دايما معظم الناس بتواجهها بعد الجامعه خصوصا فكره انا مش عارف شغفي فين، انا مش عارف اعمل ايه بعد الجامعه، انا مش لاقي نفسي، الحاجات دي. وده يعني فخ بنقع فيه كلنا أوكي. يعني مش هننكر، بس هو الحل الوحيد ان احنا نطلع من الفخ ده ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر. انا كل ما اشتغلت على نفسي، طورت من نفسي، خدت كورسز، شفت انا بحب اعمل ايه وطورت في نفسي، هبقى شاطره فيه ومميزه فيه، وبالتالي هشتغل حاجه انا بحبها في الاخر وهوصل للشغف بتاعي في الاخر. لازم اجرب حاجات كتيره قوي علشان اقدر اوصل اعرف في الاخر ايه اللي انا بحبه اصلا وعايزه اكمل فيه. فهو ده التب المهمه جدا، ان انا اشتغل على نفسي واطور على نفسي، ما استناش كل حاجه تجيلي، لازم برضو اسعى شويه وادور واخد كورسز اطور من نفسي. فده بيفرق جدا في السكيلز بتاعتي اللي بتخليني اقدر احدد انا عايزه اكمل في ايه بعد كده. طب نصيحه لينا بقى ولكل البنات نلبس ايه في الشتاء يعني الالوان اللي خلاص السنه دي بقى احنا قلنا للخريف احنا خلاص. هو الشتاء السنه دي الوانه هتبقى شويه ممكن تكون مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه، متعودين برضو عن النبيتي والبني والحاجات دي بالزبط. دي الكلاسيكس بتاعه الشتاء، لكن الشتاء السنه دي في بقى ليلا وفي فوشيا وفي فسفوري في حاجات كده. دي حقيقه فسفوري في الشتاء، دي حقيقه فعلا. سويت شيرتس او هوديز والحاجات دي كلها دلوقتي كل الكالرز فيها بقت في كل المواسم، ما بقاش بقى خلاص في رول عشان الناس يعني الحياه بقت وهافان والحته بتاعت البني عامه والبيجات والكلام ده كله احنا فعلا بالظبط. في ناس مش بتحب اصلا الالوان دي كمان او بتحس ان هي مش لايقه عليها، فهي الحياه بقت اسرع يعني، كل ما كانت الحاجه عمليه اكتر واسرع اكتر وكاجوال كده بتبقى اسهل يعني. حلو قوي حلو قوي بجد، انت نورتينا اسراء النهارده. ميرسي ليكي، ثانك يو بجد، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، تبقى حلقات جميله ربنا ان شاء الله. انا مبسوطه جدا ان اتقابلت معاكي، احنا مبسوطين ان انت كنتي في اول حلقه لينا. ثانك يو سو ماتش بجد، وبشكرك فعلا يا اسراء جدا، وانت عارفه على المستوى الشخصي انا بحبك قوي. ايوه انا كمان بحبك قوي والله. نانسي كنت مبسوطه معاكي حقيقي جدا جدا، ويعني ان شاء الله هنعمل سيزون حلو ان شاء الله ان شاء الله. وانا مبسوطه جدا مشاهدينا الاعزاء ان انتوا كنتوا معانا وان انتوا اتفرجتوا علينا، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب دايما تتابعونا كل خميس الساعه 11 الصبح ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. اسراء ميرسي جدا يا اسراء، نانسي ميرسي يا نانسي على الحلقه الجميله. بشكركم واستنونا ان شاء الله كل خميس الساعه 11 الصبح باذن الله في نص الدنيا.